السلام عليكم طلابنا الأعزاء في المحاضرة الفيديوية الثالثة من الكورس الدراسي الأول لطلاب الهندسة الكيميائية المرحلة الثانية. عنوان محاضرتنا اليوم هو الفيكتورز. المشرف العلمي مدرس دكتور عمار محمد علي. في البداية رح ناخذ الأوتلاين أوف ليكتشرز 3 اللي تتضمن descriptions of الفيكتورز الانترنج الفيكتورز اند ماتريكس طرق الادخال مال الفيكتورز والماتريكس الكولوم فيكتورز الترانسبوزنج بعض العمليات مثل فيكتورز اديشنز سبتراكشنز مالتيبليكيشنز ايضا احنا ناخذ الاليمنت وايز اوبريشنز اند الكولوم اوبريشنز واخيرا راح ناخذ بعض يعني الاوبريشنز اللي احنا نطبقها عليما على الفيكتورز اللي هي يسموها الاذر اوبريشنز. الفيكتور هو مجموعه من الارقام تسمى بالاليمنت يشار اليها برقم واحد او اكثر. بالماتلاب دائما الاندكس مال الفيكتورز مالتنا يبدي بالرقم واحد. حجم المصفوفه مال يعني المصفوفه او الفيكتور طبعا هو يعتمد عليما على مجموعة الفهارس الموجودة في محتوى هذا الفكتر. عندي تعريفين مهمات، التعريف الأول اللي هو الماتريكس، التعريف الثاني اللي هو الفكتر. الماتريكس هو شنو؟ هو مصفوفة ثنائية الأبعاد لها قواعد خاصة بالجمع بالضرب بالعمليات الأخرى. يطلق على يعني على ابعاد الماتريكس او الاري ب البعدين بالصفوف والاعمده، بينما الفيكتور هو عباره عن مصفوفه ذات بعد واحد فقط، اما عمود او اما صف او عمود. لذلك يعتبر الفيكتور هو بمثابه هو ماتريكس ولكن ماتريكس ذا بعد واحد يعني one dimensions، بينما الماتريكس يعتبر ذا بعدين two dimensions ماتريكس يعني معناتها يحتوي على rows و columns. والآن نأخذ طرق إدخال الفيكتور وطبعا اللي تنطبق أيضا على المصفوفات اللي هي ثلاث طرق أساسية. أما إدخال عن طريق قائمة صريحة، ثاني شيء هي عملية تحميل بيانات خارجية، ثالث شيء هي عملية توليد العناصر الخاصة بالمصفوفة المصفوفة أو الفيكتور باستخدام دوال متعددة يعني generating matrix using شنو using functions. هاي الثلاث طرق الأساسية اللي هي تعتبر طرق الإدخال للفكتر واللي هي نفسها طرق إدخال الماتريكس. لإدخال مصفوفة بشكل صريح يجب اتباع الخطوات الآتية. أول شيء الفصل بين كل عنصر من عناصر المصفوفة أو الفكتر يجب الفصل بينها عن طريق مسافات أو فواصل، استخدام فاصلة منقوطة يعني اللي هي هاي الفاز المنقوطة هاي السيمي كولون، وكذلك الإشارة اللي هي تمثل هاي إشارة إلى نهاية كل صف، بالإضافة إلى إحاطة البيانات أو العناصر الموجودة في هذا الفيكتور عن طريق استخدام الأقواس المربعة. لو نبدي نجرب عملية إدخال الفيكتورز وكتابة الفيكتورز بالماتلاب، من الممكن أن نطبق المثال الآتي: A يساوي هذا على الكوماند ويندو A يساوي مثلا نحوله انجليزي A يساوي نفتح قوس ونسده أقواس مثل نقول أقواس مربعة
نبدي بإدخال البيانات الموجودة أو العناصر الخاصة بهذا الفكتر عن طريق مثلا كتابة مثلا رقم 1، رقم 2، رقم 3، نخلي بين رقم ورقم وفاصلة، هذا يمثل إذا تمثل بين هذني عنصرين مختلفة، في حالة هاي الفاصلة إذا موجودة صار كأنما عنصر واحد، لذلك يجب أن نفصلهن بفاصلة. هذا التمثيل الأول. من الممكن أن أسوي أي يساوي، أفتح قوس وسدة، واحد، اثنين، ثلاثة، أو ثلاثة، بس شنو هالمرة راح أخلي بيناتهن بارزة وليس فاصلة، يعني أخليها بهالشكل هذا، يعني بدل الفاصلة أخليه فارزة. هذا الشكل الثاني. هاي الطريق يعني طرق التمثيل مال المصفوفة بصورة صريحة أو مال الفكتر بصورة صريحة. إذا ردت أمثل الفكتر باستخدام أو بالاعتماد على دوال أخرى، عناصر الفكتر يتم تمثيلها باستخدام دوال أخرى، هاي الحالة مثلا أكتب مثلا اسم المصفوفة يساوي، أفتح قوس وأسدة، وراها أقول العنصر الأول هل أدخله بصورة مباشرة، مثلا دخلته بصورة مباشرة، العنصر الثاني شلون راح يدخل، مثلا راح يدخل عن طريق استخدام أيضا الإدخال المباشر، خلينا نقول اثنين. العنصر الثالث ايش راح يكون، مثلا إدخال باستخدام مثلا مثلا ساين مثلا مثلا 30، هذا العنصر الثالث. إذا استخدمنا دالة لعملية تغذية البيانات أو العناصر الموجودة في هذا الفكتر، إذا هذا الفكتر تم إدخال العنصر الأول بصورة صريحة، العنصر الثاني بصورة صريحة، العنصر الثالث استخدمنا دالة. إذا معناتها هاي بعد ما يحسب نتيجة هاي الدالة، يلا بذاك الوقت قدر يحصل القيمة اللي يحطها كعنصر ثالث في هذا الفكتر. كذلك انتبه على موضوع الإشارة في الفكتورز أو في العناصر الموجودة في الفكتورز. مثلاً إذا نأخذ هذا المثال الموجود بالمحاضرة، المثال هو شيء يقول مثلاً ال V3 يساوي 3 زائد 4 5، فهاي زائد 4 5 مجرد ما أكو سبيس، يعني معناتها هاي 3 العنصر الأول، العنصر الثاني هو 4، العنصر الثالث هو 5، بس مجرد ما احنا هذا الثلاث عناصر مجرد ما احنا هذا السبيس شلنا، كل ما انش راح يقرا عندي كانه عنصرين، العنصر الاول هو 7 والعنصر الثاني هو 5. هسه مثلا اذا عندي الفكتور الاول مثلا يساوي اي يساوي افتح قوس سدم 1 2 نقول 3، الفكتور الثاني هو اسمه بي يساوي لنا 4. انزين هذا الفكتور الثاني. من الممكن القيام بعمليات الرياضية بكل بساطة اليمن على هاي التو فيكتورز. مثلا اذا قلنا ردنا الفكتور الثالث اللي هو سي، الفكتور الثالث اللي هو سي هو يقوم بعملية جمع الاي زائد البي، فمجرد ما نقول اي زائد بي راح يطلع لي الناتج مالتي هو ناتج جمع الواحد زائد 4 واثنين زائد 5 وثلاثة زائد 6. بهاي الحالة احنا من الممكن ان مو بس جمع تو فيكتورز وانما عملية ضرب رقم معين في فيكتورز. مثلا اذا اردت اطلع الاليمنت الخاص بمثلا الفيكتور اللي هو اسمه مثلا جي، هذا الفكتور اللي هو جي هو عبارة عن الفكتور اللي هو السي، بس شنو اضربه في مثلا في 3، 3 في السي، صارت عندي قيم الفكتور السي مضروبة في 3 طلعت لي قيم جديدة لفكتور اللي هو الجي. بنفس الحالة اذا انا عندي تو فكتورز، الفكتور الاول اللي هو اي هذا اللي قيمه،
والفكتور الثاني اللي هو البي، والفكتور الثاني اللي هو البي. إذا أريد أسوي combine أو join between two vectors اللي هو الفكتور الأول والفكتور الثاني، فمجرد ما أذكر مثلا أشاريد مثلا أقول له v يساوي إن أفتح قوس وأسد اللي هي أقواس من المجموعة، هاي المجموعة يا هي اللي أريد أدمج بها هذا الفكتور اللي هو A مع الفكتور اللي هو B. فكل ما هنالك أقول A space B، بهاي الحالة راح يعطيني القيم مال من مال ال A، الست قيم اللي هي قيم ثلاثة مال ال A وثلاثة مال ال B. بهاي الحالة أقدر أدمج أي عدد من الفكتورز بطريقة كلش سهلة وكلش بسيطة. أنا هسه مثلا إذا جاني الفكتور مثلا A مثلا أو P يساوي مثلا رقمين اللي هو 8 9، هذا ال P. الفكتور الآخر اللي هو مثلا مثلا Y يساوي إن 3 أرقام 4 5 4 5، هاي 3 أرقام. الفكتور الثالث اللي هو الفكتور الثالث اللي هو مثلا اسمه اي، هذا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 4 أرقام اللي هو 2 3 9. فبهاي الحالة صار عندي الفكتور واي و بي و اي. هل من الممكن طبعا اجمعهم مثلا بفكتور اخر اللي هو اسمه يو، هذا الفكتور اللي هو يو هو عبارة عن واي بي اي. ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني قيم الواي اللي احنا درسناها او شفنا كتبناها قدامنا اللي هي 4 4 5، وقيم البي اللي هي عبارة عن 8 9، وقيم الاي اللي هي عبارة عن 2 3 9. هاي الطريقة طلع لي هاي قيم الواي، قيم الواي وقيم البي، واخيرا طلعت عندي قيم الاي. هسه مثلا اذا عدنا مثلا الفكتور الاتي اللي هو خلينا نقول اليو، اليو القيم مالته هي هالشكل هذا. خلينا نشوف عدد عناصره 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا اريد احذف، اذا اريد احذف العنصر الثامن، العنصر الثامن اللي اريد احذفه اللي هو المفروض 9. نجي نباوع اقول له يو اوف 9 شو تساوي؟ يساوي افتح قوس واسده، طبعا اقواس فارغه، اقواس مربعه فارغه، فبس ادوس انتر راح يصير نقول ماتريكس اندكس از اوت اوف رينج فور ديليشن. بهاي الحالة احنا نباوع عليه، احنا شو نريد؟ نريد الموقع التاسع من المصفوفة يو. المصفوفة يو مثلا ما تسمح لي بأن يمسحها، نشوف احنا شنو السبب ليش ما بدي يمسحها. يعني باوع هسه هاي طلع هذا الايرور اللي هو ماتريكس اندكس از اوت اوف رينج لعملية المسح. ليش؟ لان انسان ايش قلت يو اوف 9، التسعة اللي اقصد بها مثلا هو الاندكس مال من مال العناصر العنصر اللي انا اريد امسحه. هسه لو نجي نحسب عدد عناصر الفكتورز مالتنا هي 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية، احنا ثمان عناصر، فما يصير مثلا امسح العنصر التاسع اللي هو اساسا ما موجود. فلذلك شو نقول له؟ نصحح المعلومة، نقول له يابا يو اوف ثمانية، اليو اوف ثمانية هي شو امسح لي اياها، فمعناتها راح يمسح لي العنصر التاسع. فنجي نباوع العنصر التاسع، نقول المكتوب العنصر الثامن اللي هو رقم تسعة امسح عندي. اذا اريد امسح العنصر الاول كل ما هنالك اقول له واحد العنصر الاول امسح لي اياه، فايش راح يبقي لي؟ راح يبقي لي بدل الاربعات الاثنين راح يبقي لي اربعة وحدة. زين، اذا اريد امسح مثلا العنصر الثالث، العنصر الثالث اللي هو بمثابة رقم ثمانية، فرقم ثمانية إذا مسحت راح يكون بهالشكل هذا، فراح يبقى الرقم مالتي بدون ثمانية. إذا أنا أهم شيء، أهم فقرة عند لا يطلع عندي أي خطأ، لازم أكون أنا ضمن الرينج مالتي وأحدد العناصر اللي أريد أمسحها هي تكون ضمن المدى اللي خاص بالإلمنت الخاص بالفكتر. فمثلا لو ناخذ مثلا هذا المثال الآتي اللي هو يساوي الساين الباي اوفر 2 اس كيو ار تي مال من مال الاثنين 3 زائد 4 6 على 6 على 3 اكسبونيشن الاثنين. هذا شنو معناته؟ معناته هو عباره عن كولكشنز من الدوال 1 2 3 4 5. فبالنتيجة النهائية راح يطلع لي عدد العناصر الاوتبوت مالتي هو خمس عناصر، كل عنصر من عناصر الفكتورز هو معتمد على دالة معينة تم حسابها، وبالنتيجة النهائية طلعت القيم مال هذا الفكتورز. الموضوع الثاني اللي راح ناخذه بمحاضراتنا لهاليوم هو الكولون اوبريتر، كولون فكتورز. على مود تكون صورة واضحة بالنسبة لهذا الموضوع الكولون فيكتورز، لازم ناخذ مثال نطبقه بالماتلاب ونشوف. إذا أجيت مثلا عندي الإكس يساوي لنا الإكس يساوي لنا واحد ناقص اثنين أربعة، هذا المقصود به واحد اكس يساوي واحد ناقص اثنين اربعة. هذا عملية الطباعة مالته راح تكون بشكل عمود، يعني اذا دست انتر راح يعطيني عمود. ليش؟ لسبب بان احنا خليت فازة منقوطة ورا كل اليمنت. الفازة المنقوطة ورا كل اليمنت يعني معناتها نهاية، يعني معناتها انزل سطر، انزل سطر جديد. فلذلك طبعت بشكل عمود. طبعا من الممكن ان نقوم بطباعتها بشكل عمود بشكل اخر اللي هو عن طريق مثلا اكس يساوي لنا افتح قوس وسد نقول واحد ادوس انتر اقول له النوب ناقص اثنين ادوس انتر اقول له مثلا اربعة وراها يلا اسد القوس انتر راح يطلع لي نفس الناتج. شلون هاي واحد ناقص اثنين اربعة؟ هاي نفس الشيء واحد ناقص اثنين اربعة. هاي الحالة صارت عملية نقول كولون فيكتورز بطريقتين. الطريقة الاولى عن طريق كولون فيكتورز اللي هي السيمي، يعني فاز المنقوطة بعد كل عنصر ينزل سطر، او عن طريق الطباعة بصورة مباشرة ودوس انتر لننزل سطر جديد على اساسها راح ينطبع بشكل ذكي. ناخذ موضوع مهم اخر اللي هو ترانسبوزنج او عملية الابدال. يعني شنو عملية الابدال؟ مثلا اذا انا عندي الاي يساوي لنا مثلا واحد اثنين ثلاثة، هذا الواحد اثنين ثلاثة هو اذا دسنا انتر راح يطلع لي على شكل صف، فشلون احوله الى شكل عمود بدون ما استخدم الفازة المنقوطة بدون ما استخدم عملية الانتر؟ انا كل ما هنالك شو اسوي؟ اقول هذا الاي خليه لعملية الترانسبوز. ترانسبوز هو الحرف طاء،
بس مجرد ما ادوس الترانسبوز راح يحول لي الصف الى عمود. زين اذا انا عندي عمود يعني هذا عندي عمود مثلا خلينا نقول له خلينا نسميه مثلا في يساوي فازا فوتر. هسه هذا ال V هو عمود، شلون احوله الى صف؟ مجرد ما اقول هذا العمود ترانسبوز راح يتحول مباشرة العمود الى صف. اذا هاي العملية تحول لي العمود الى صف والصف الى عمود بطريقة ابدالية. هسه ناخذ بعض العمليات الرياضية اللي راح تنطبق علينا على الفكتورز. اول شيء احنا ناخذ عملية الاديشنز والسبتراكشنز، عملية الجمع والطرح. يعني مثلا اذا عندي A بهذا الفكتور و B هذا الفكتور، فمجرد ما اقول الـ C يساوي ان A زائد B، هاي عملية الاديشنز بصورة مباشرة طبقت عملية الاديشنز بصورة مباشرة، انجمعت الـ A ويا من ويا الـ B بصورة صريحة. إذا أردت أطرح عملية الـ A ناقصا الـ B، فمجرد ما قلت له A ناقص يعمل B طلع لي الناتج مالته بصورة. يعني ممكن إذا دخلنا الفكتورز الأول هو الفكتورز الثاني أنا أقوم عملية الجمع أو أقوم بعملية الطرح بكل بساطة. بس احنا طبعا هذا الموضوع عملية الجمع والطرح لازم يتبع بعض الشروط وبعض الأمور اللي نحطها ببالنا. مثلا إذا خلينا مثلا الـ A ثلاث عناصر، مثلا الـ B يساوي لنا 4 5، فإذا هاي عنصرين قلت له الـ V يساوي اكو اختلاف ب الدايمنشنز مال التو فيكتورز اللي هو الـ A ثلاث عناصر والـ B عنصرين. إذا ردت أجيب مثلا عنصر اللي هو مثلا الـ C يساوي لنا الـ A زائد الـ B، فبهاي الحالة راح يطلع لي مشكلة بأن ماتريكس دايمنشنز ماس أجري، لازم أنت تتوافق الأبعاد مال التو فيكتورز على مود نقدر نسوي عملية الجمع. هذا الموضوع أيضا ينطبق على الطرح. إذا أقول A ناقصا الـ B هم نفس الشيء راح يقول لي ماتريكس دايمنشنز ماس أجري. إذا لازم أنت تتقيد بموضوع توافق الأبعاد من أجل القيام بعملية الجمع. كذلك يمكن تطبيق أي دالة على الفكتورز بطريقة سهلة وسريعة. مثلا إذا عندي الفكتور اللي هو الـ A، هذا الفكتور اللي هو A عدد عناصره مثلا 3، إذا أريد أقول له ساين الـ A، ساين الـ A يعني معناتها طبق لي عملية ساين على الـ A بصورة مباشرة. فأريد أقول له مثلا كوساين الـ A، أريد أقول له ساين الـ A زائدا كوساين الـ A، فهسه راح يطلع لي الناتج بصورة كلش سلسة وسريعة. مثلا أقول له مثلا لوج الـ A، إذا أقول له الـ exponential مثلا exp الـ A، أي دالة من الدوال سواء الدوال المثلثية أو الدوال الرياضية اللي أخذناها من الممكن أن نطبقها عليمن على الفكتر بكل سهولة وبكل يسر. هسه ناخذ الفكتر multiplication يعني عملية الضرب بالفكتر. إذا نجي نباو عليمن على المثال الآتي، هذا عندي الـ A يساوي 1 2 3، الـ B يساوي مثلا 5 6 7، 5 6 7،
خمسة ستة سبعة، هاي ثلاث عناصر بثلاث عناصر. إذا أردنا نضربها نضرب الفكتر الأول اللي هو واحد اثنين ثلاثة بالفكتر الثاني اللي هو خمسة ستة سبعة، فبهاي الحالة هاي راح تصير مشكلة بعملية الضرب. شنو المشكلة هي شنو؟ بين أنا عندي هنا الصف وهذا الصف، ولا يجوز ضرب صف في صف أو عمود في عمود. لذلك خلينا نشوف هنا الخطأ اللي راح يطلع لي هو شنو؟ A في ال B. بس اعترض عليه وقال لي هذا الموضوع هو خطأ، فلذلك لازم شو اسوي؟ انا عندي الخيار الاول هو ان احول الA يعني الصف الاول احوله الى عمود عن طريق الترانسبوز بوزيشنز، وراح بهاي الحالة راح يطلع لي ماتريكس 2 دايمنشنز. فإذا كان عندي عمود في صف فراح يطلع لي ماتريكس 3 في 3، مثلا بالنسبة للعد عناصره هي 3. إذا كان عندي أو الطريقة الثانية أن أحول الصف يبقى كما هو اللي هو الـ A، هذا يبقى كما هو وهذا احوله الى عمود عن طريق الترانسبوز، فراح يطلع لي الناتج مالتي راح يطلع لي رقم واحد فقط. فبهاي الحاله تصير عمليه الضرب مالتنا عمليه صحيحه وما بيها اي اشكال. الموضوع الاخر هو الاليمنت وايز اوبريشنز. هذا الاليمنت وايز اوبريشنز اذا عندي تو فيكتورز، الفيكتورز الاول هو A، نقول هذا الفكتور هو A يتكون من ثلاث عناصر. الفكتور الثاني اللي هو B يساوي انه مثلا هم ثلاث عناصر، العنصر الاول 8 9 مثلا 6. هذا الفكتور الاول هو عبارة عن صف، والفكتور الثاني هو ايضا عبارة عن صف. فاذا اردت ان اضرب مثلا M يساوي لنا B، نقول A في B، يعني كل عنصر من عناصر الـ A أضربه في عنصر من عناصر الـ B المقابل إلى في الـ B، A العنصر الثاني من الـ A في العنصر الثاني من الـ B، العنصر الثالث من الـ A في العنصر الثالث من الـ B، لازم استخدم الدوت اوبريشنز قبل عملية الضرب. هاي العملية شو تسمى بالاليمنت وايز اوبريشنز. الاليمنت وايز اوبريشنز هاي طبعا تستخدم قبل الضرب وكذلك قبل القسمة قبل الضرب وقبل القسمة وقبل الرفع. هاي الحالة اقدر استخدمها. طبعا القسمة بها نوعين، كل ليفت ديفيجن والرايت ديفيجن. مثلا تستخدم الدوت اوبريشنز اذا اردت ان اقسم اضرب ارفع فيكتور الى فيكتور، فلازم استخدم الدوت اوبريشنز. هاي شو تسوي؟ تتعامل وهي element by element، يعني بالنسبة لضرب المصفوفات لها شروط، الصف يضرب في عمود أو عمود يضرب في صف، بينما ال element wise operations مجرد ما two vectors أو two columns يضرب العمود الصف الأول يضرب العنصر الأول بالعنصر الأول والعنصر الثاني بالعنصر الثاني وهكذا. بهاي الطريقة نقول تكون الصورة واضحة. بالنسبة إلى الضرب، بالنسبة إلى القسمة سواء ليفت أو رايت، بالنسبة إلى الرفع. طبعا من المواضيع المهمة أيضا هي الكولون أوبريتورز، يعني مثلا إذا قلنا واحد إلى خمسة، ف
فمعناتها راح يعطيني الأعداد من 1 إلى 5، 1 2 3 4 5. إذا قلت مثلا عندي مثلا ال B يساوي من الصفر المن إلى الواحد، ولكن الستيب مالته 0.2، فينكتب من الصفر، يكتب بهالطريقة هذا العدد الأول الصفر، هذا الستيب اللي أنا أريده اللي أنا مقدار القفزات، وهذا الواحد، أو هاي تو هاي الكولون اوبريتورز هو راح يقوم بهذه المهمة. زين، فش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي الناتج 6 عناصر، الستيب مالتها 0.2، تبدي بالعنصر الأول اللي هو صفر يزداد بمقدار 0.2، والعنصر الأخير هو كان واحد. الكولون اوبريتورز من المواضيع جدا مهمة اللي راح نستخدمها كل شوية محاضراتنا القادمة. هسه مثلا إذا قلت له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قلت له مثلا t يساوي من الصفر إلى 20، الستيب مالته ايش قد؟ الستيب مالته 2، يعني معناته ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عدد العناصر مالتي راح 0 2 4 6 8، وهكذا إلى أن يوصل إلى 20، راح يصير عندي 10 عناصر. هذا 3 9 11 عنصر راح يصير عندي، 11 عنصر راح يصير عندي. هسه نجي عليما على المثال الآتي، يقول لك مثلا ال W يساوي لنا ماينس W يساوي لنا ماينس 1.4 المن إلى ماينس 2، الستيب مالته ماينس 4.3، يعني معناتها من الممكن أن أبدي بسالب وأنهي بسالب، والستيب مالتي أيضا يكون سالب، ماكو أي إشكال الموضوع. فهذا يعني دائما احنا اهم شيء الفيرست واللاست والستيب. عندي موضوع اخر هو موضوع اللاين سبيس. اللاين سبيس السبيل ينكتب بهالطريقة هذه، لاين سبيس معناتها شلون ينكتب؟ ينكتب مثلا 1 فارزة 2 فازة 5. فهذا شرح ينقري بالطريقة الآتية. عندي آني عدد العناصر هي 5، يعني معناتها أقول له قسم لي إلى 5 عناصر. هاي إذن الرقم الأخير يبدي بالرقم 1، وآخر عنصر هو الرقم 2. يعني هسه إحنا نريد نراجع عملية قراءتنا لهذا اللاين سبيس أو هذا الموضوع. اللاين سبيس إذا كتبنا 1 2 5، فمعناتها الواحد هو أول عنصر، الاثنين هو آخر عنصر، الخمسة هو عدد عناصر الاليمنتس الموجودة في هذا الفكتور بغض النظر عن الستيب مالتنا. زين، هسه لو ناخذ مثال اخر، اثنين فارزة 10 فارزة مثلا 5، او نقول 4.
معناتها يبدي بالعنصر 2 وينتهي بالعنصر 10، وما بين الاثنين ومن بين العشرة قسم ليا إلى أربعة عناصر، فعدد العناصر هي 4 تبدي بالعنصر 2 وتنتهي بالعنصر 10. زين، هسه referencing element، هذا الموضوع مثلا بعد ما كتبنا مثلا قول A يساوي مثلا من الصفر المن إلى المية ستيب 10، من الصفر إلى المية الستيب مالتنا 10. طلعت عندي مثلا عدد العناصر مالتي هي 10، الفكتور اللي هو A. زين، هذا الفكتور اللي هو A هو عدد العناصر مالته 10، اللي هي 0 10 20 30 40 الى 100. اقول له A of 10 شو تمثل لي؟ A of 10 هي ايش قد؟ تمثل لي 90. A of 10 هي تمثل لي 90. هاي 90 مثلا اقول له هذا يعني معناتها هاي العملية هي ان وصلت من الريفرنسنج مال من الاليمنت مال هذا الفيكتور، حددت العنصر بالتحديد. هسه ناخذ بعض الدوال الجاهزة اللي تتطبق مع الفيكتورز. مثلا اذا عندنا مثلا الفيكتور اللي هو v يساوي 23 0 3 والى اخره، فنريد نعرف الطول مال هذا الفيكتور، فراح نستخدم إعاز اسمه length. هذا length مال ال v، اقول له بس مجرد ما اقول له length لاسم الفيكتور اللي هو ال v راح يطلع لي مثلا العدد 6. عدد 6 رقم 6، الرقم 6 شي يمثل لي؟ يمثل لي النمبر اوف اليمنت ان فيكتور v، عدد عناصر الفيكتور v مثل ما شفنا هي 6 عناصر 1 2 3 4 5 6، فلذلك راح يطلع لي عدد العناصر مال الفيكتور v. مثلا اذا كان عندي الفيكتور a يساوي 1 2 3 3 عناصر، فلذلك لما اقول له length مال من مال ال A راح يطلع لي 3. زين، بهاي اكو فيكتور يعني كان كبير او صغير راح يطلع لي عدد العناصر الموجوده بهذا الفيكتور. نجي يعني طول الفيكتور، نجي اذا يعاز اخر اللي هو size S I Z E. هذا ال S I Z E مثلا of ال A شو راح يقول لي؟ راح يقول لي هو عبارة عن صف واحد و ب ثلاث قيم، ب ثلاث قيم. زين، 1 رو و 3 كولوم. إذا قلنا مثلا ال V هنا ال V فش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي صف واحد وستة قيم، صف واحد وستة قيم، يعني هنا يمثل لي عدد الصفوف، هنا يمثل لي عدد الأعمدة. عندي إعاز آخر اللي هو ال find. find هذا شنو؟ مثلا إذا أنا عندي بالنسبة لمن إلى ال vector V اقول له find مثلا الفيكتور v، لازم انا احدد يعني
يعني احدد بالضبط انا شريد من الفايند، من عملية السيرش اللي انا اعيد ادورها. اذا قلت له بس فايند مثلا اوف مثلا الاي، ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي 1 2 3 فايند الفي، راح 1 2 3 4 5 6. اذا هو راح يطلع لي يقول لك راح يطلع لي indices of non zeros element. هسه اذا قلت له مثلا ال a يساوي 1 0 1 4، ايش كم عنصر عندي؟ ال a هو عبارة عن 1 0 1 4، فمعناتها عدد العناصر اللي هي 4 عناصر. إذا قلت له find LA، ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بس العنصر الأول non zero، العنصر الثالث، العنصر الرابع، العنصر الثاني هو صفر لذلك ما ذكره. زين، إذا قلت له مثلا find LA مثلا أكبر أو مثلا مساوي المن إلى ال مثلا مساوي مثلا إلى 3، سد القوس، يقول لي ماكو هيك عنصر مساوي إلى 3 بالنسبة إلى القيم مالتنا. مثلا هسه بنجي على الفي اقول له عنصر مساوي الى الثلاثة، ايش عندي؟ عندي بس العنصر الثالث بالفكتر 23 0 و2 3، اذا 3 هو العنصر الثالث من عناصر الفكتر في. مثلا اذا قلت له اعطيني find v اكبر من الثلاثة، الفي الأكبر من 3 راح يطلع لي هي 1 و4 و6. 1 اللي هي هذا أكبر من 3 اللي هي 23، والأربعة الأربعة اللي هي 16، والستة اللي هي 13. زين، بهاي الطريقة حددنا قدرنا نتعامل ويا دالة الفايند. إذا قلنا أكو من الإعازات الأخرى هي summation of مثلا ال v، معناتها راح يقوم بعملية الجمع، جمع summations of element بالنسبة إلى الماكسيمم. زين، maximum of a راح يطلع لي أكبر قيمة، minimum of مثلا A يطلع لي أقل قيمة، المين أو مثلا V راح يطلع لي المعدل مالتهم، السورت أو مثلا V راح يرتب لي من الأعلى إلى الأسفل. زين، هسه يعني من sort element from minimum، طبعا من maximum، من الأقل إلى الأعلى، من الأقل إلى الأعلى. بالنسبة إلى دالة ال absolute value AVS absolute value، المهم مثلا مال ال A راح يطلع لي يعني vectors with absolute value of all elements، كل العناصر الموجودة بال vectors راح تكون بصورة يعني مثل ما نقول موجبة. أجينا على الإعاز اللي هو إعاز ال all. ال all هو شنو؟ equal to one if all elements non-zero، وإذا يكون ويعتبر قيمة صفر if any of
any elements non-zero. يعني هسه مثلا نقول له all a. شو رجع لي ال a؟ رجع لي قيمة صفر. ليش؟ لأن أحد عناصر الفكتور a هو صفر، فلذلك رجع لي صفر. إذا كانت العناصر كلها مو يعني أكبر من صفر، فراح يرجع لي قيمة واحد. نعطينا قانون رينولد نمبر اللي هو ار اي يساوي بي يو دي علي من على اليو، وين اليو يساوي 0.01، والبي يساوي الالف. فايش كل ما هنالك احنا نحتاج ان نطبق الدي اللي هنا فرضي ننزلها كمعطيات، والدرجة والسرعة اللي هي من 0.1 إلى 1 السيب مالته أو السيب مالته 0.1، والميو دخلناها 0.001. هاي كلها هاي معطيات احنا دخلناها بالسؤال بالاعتماد عليه من على السؤال. وراها عندي البي أيضا دخلنا كألف، قيمة ألف. هاي أيضا من المعطيات اللي احنا موجودة بالسؤال. القانون رينولد نمبر نكتبه بأسلوب البرمجي اللي هي اليو بالبي بالدي علي من على الام، هو يمثل لي رينولد نمبر. طلع الناتج مالت بكل سلاسة. هذا نلاحظ احنا طريقة كتابتنا للمعطيات هي راح من 0.1 الى الوان الاستيب مالتنا، وان هي هذا الاستيب مالتنا اللي كتبه، والباقي الامور كلها طبيعية. السؤال الاخر هو شنو؟ يقول لك تخدير او حساب متوسط كثافة خليط ماء وايثانول عندما الماء مختلف التراكيب، مع العلم بان كثافة الماء مثلا هو الف، الووتر دينسيتي هي الف، والايثانول دينسيتي الف، وال نعطينا قانون المكستشر دينسيتي اللي المكستشر دينسيتي اللي تمثل لي ورا ما هذا لما نريد يخمن الافرج دينسيتي مال الووتر والايثانول بالاعتماد على المكستشر ات ديفرنت دينسيتي ديفرنت ووتر كومبوزيشنز. الووتر دينسيتي هو الف، والايثانول دينسيتي هو 780. بالنسبه للميكستشر دينسيتي هو الاكس ووتر في الووتر دينسيتي زائد الايثانول في الايثانول دينسيتي. اذا معناتها احنا كل ما هنالك ندخل الدينسيتي الخاصه بالووتر والدينسيتي الخاصه بالايثانول، و عرف الاكس ووترز اللي هي من 0 الى 1 الستيب مالتي 0.1. بالنسبه الى الاكس ايثانول هو تعتبر دائما نقص الواحد ناقص الاكس ووتر. طبقنا القانون مثل ما معطى سابقا الخاص بالميكستشر دينسيتي، تطلع عندي الناتج مالتي بهالطريقه. هذا بسم الله. عندي ما بي اي مثلا اي ملاحظه تذكر، غير ان نركز على موضوع صياغتنا هي كتابه المعادلات بالصوره الصحيحه. السؤال الاخير exercise 3 هو write a program to calculate the average density conductivity and specific heat for water. طبعا احنا عندنا درجات الحرارة من temperatures من 0 الى 50. Knowing that the program the parameters for waters are functions of temperatures such as
equations. أدي الثلاث معادلات، المعادلة الأولى اللي هي خاصة بالdensity، المعادلة الثانية اللي هي خاصة بالconductivity، والثالثة هي بالspecific heat. درجة الحرارة عندي من الصفر للخمسين، والنتيجة اللي احنا لازم نحدد بالضبط الأشياء اللي احنا راح نحتاجها قبل ما نكتب المعادلات. الشيء اللي احنا الوحيد المعطى لنا قبل كتابة المعادلات هو درجة الحرارة. درجة الحرارة اللي هي T من الصفر إلى الخمسين، الستيب مالتها خمسة، ضربنا جمعناها ويا 273 على ود نغيرها من السيريزي إلى الفهر النهائي. بعد ما حددنا درجة الحرارة كرينج كفكتر، وراها طبقنا الثلاث قوانين اللي هي الخاصة بالدينسيتي والكوندكتيفيتي والسبيسيفيك هيت. ورا ما كتبناهن ثلاثتهن انتبه على فت فقرة اللي هي شنية، لما اكتبها استخدم الدوت اوبريشنز في حالة لما اريد اسوي عملية الرفع او عملية الضرب، وخاصة اذا ويا فيكتر. هسه هاي درجة الحرارة من صفر الى الخمسين، الستيب مالتها 0.5، جمعتها ويا 273، خلص من موضوع درجة الحرارة حددناه. بعدها ما نكتب القانون الدنسيتي اللي هي يكتب بهذا الاسلوب، بسم الله. نلاحظ الطلاب بالنسبة لكتابتنا قبل عملية الرفع حطينا دوت اوبريشنز، ليش؟ لان هذا درجة الحرارة هي عبارة عن فيكتر، نريد نرفع على هذا الفيكتر كله للأس 2، فلذلك يكتب بهذا الأسلوب. الشغلة الثانية، المعادلة الثانية هي الكوندكتيفيتي. الكوندكتيفيتي هم نفس الحالة، كتبنا المعادلة مال الكوندكتيفيتي اللي هي 0.34 زائد 9.178، ونقول في 10 بأس ناقص 400 تي. هسه أخيرا طلعنا المعادلة الأخيرة اللي هي specific heat. وراها نبدي مرحلة عملية الأفرج. الأفرج هو شنو؟ عندي مجموعة من القيم حصلنا عليها عن طريق الكوندكتيفيتي والدينسيتي والكوندكتيفيتي والسبيسيفيك هيت، كل ما هنالك طبق عليها قانون المين وحصل الأفرج مال القيم اللي جمعتها من خلال تطبيقنا لمعادلة الدنسيتي والكوندكتيفيتي specific heat for different temperatures. بهاي يكون نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، ونلتقيكم في محاضرة أخرى. شكرا.